صبحكم الله بالخير ويوه الخير. شوف هذا مطعم مشهور جدا اسمه مطعم الماعز في الجانب الفرنسي، تقدرون تيونه من مونترو وجنوب ايفيان بخمسة كيلو ستة كيلو تقريبا. هذا المطعم من الخارج لكن يفتح في اول مايو اول خمسة. شوفوا مكانه وين، مكانه على جبل، المكان قريب من مونترو لكن المشكلة طريق جبلي. هذا حاطين لافتة، بنفتح في شهر خمسة، هاي حاطين لافتة هنا، هذه القائمة مالهم تقدرون تدخلون عليهم في السايت. هذا الاسم، هذا هو. صبحكم الله بالخير ويوه الخير. هذا شلال بسفاش في سيون في سويسرا، هذا الشلال في مطعم وفيه اوتيل بعد، اوتيل صغير فيه في نفس المكان. يلا ننزل وراي واحد واحد. هذا هو الشلال، هذا على طريق قريب من سيون وقريبة منكم. هني أكبر بحيرة أرضية في العالم في سيون، أنا صورتها من قبل بس بحط لكم الحين الإحداثيات، لكن للأسف انهد جزء من البحيرة، جزء كبير وتم جزء بس بسيطة هاي موجود. الله وبياكم. بعد 9 كيلو تقريبا من شلال بسفاش، هذا شلال وخوانق جورجس، في ما زلنا في مدينة سيون السويسرية. للأسف يا اخوان مسكر لين تاريخ 28، ولا هاي الخوانق حل يعني تستحق الزيارة بقوة، حلوات جدا. الحين قالوا مسكر لين اول خمسة لين 28 4 تقريبا. هذا المكان المهم، عموما هذا المكان، هذا الموقف انا مصورنا عموما من قبل، مصور تلقونه في قناتي جورج، هذا اسمه. لكن اللي يفكر يجي من اول خمسة تاخذ التذكرة والدرج وتنطلق للخوانق. ليش يسكرونه ما تدري؟ ما في شيء يعني، لا في ثلوج ولا في شيء. التقاطة من زاوية ثانية، هذا المكان قريب من مدينة سيون السويسرية. هذه في الغرب من سيون، طبعا عاصمة اقليم فاليس، في الشرق من مونترو. يا رب هذا الجمال، هذا الجمال على جمال سويسرا. كنت أبغى أروح اليابان أصور الوردة هاي، سبحان الله الله أعطانا إياها في سويسرا. إهداء للجميع، جميع المتابعين طبعا. زين أسبوع إلى 10 أيام هاي ما بتشوفون ولا زهرة فيها. هذا الساكورا السويسري، غابة كاملة قريبة من الخوانق اللي لقيناها مسكرة الحين. نواصل، هذه الغابة الكاملة اهداء لكم وخصوصا المتابعين الجدد. تغاطى في الطريق طبعا. ألف تحية للجميع. نحن الحين في
جلاسيه 3000. هذا المطل طبعا من قشتات الى مونترو ولا من قشتات الى سيون وبالعكس، وانت جاي ولا انت، هذا هو الشارع الوحيد. وطبعا شارع جبلي ينزلكم، لكن شارع لطيف زوين، ما عليكم شر ان شاء الله. هذا الثلج فيه مضمون والضمان بالله، صيف وشتاء. الغمة هاي جلاسية 3000. احنا الجماعة لين اليوم يزحلقون. شوفوا هذا الاسم، تكتبونه في الجوجل ماب يجيبكم سيدة. هذا قريب من قشتات، يعني يمكن ربع ساعة او 20 دقيقة بالسيارة. والثلج مازال موجود. الحين هني درجة الحرارة 7، لكن لما كنا في الوادي في سيون كانت 13.5. هذا الحداثي، حياكم الله وبياكم يا اخوان. هذه مزرعة تفاح وفراولة ومشمش، المشمش الاصفر الصغير. هذه من اشهر المزارع في محافظة فاليز او كانتون فاليز، قريبة من سيون. تنتج كميات كبيرة من المشمش والتفاح خصوصا، وكذلك الفراولة. بس طبعا شهر 7 و8 هو موسم التفاح وموسم الفراولة والمشمش والخوخ وكل شيء. زرعة قديمة جدا في المكان، معروفة وقريب النهر، من النهر اللي مر في نص الوادي هذا. هاي على القمة يا اخوان، هاي على قمة جلاسي المطعم، وهاي الاطلالة فيها مكان للتزحلق، فيها مكان للعب، فيها مكان لعربات سحب، الكلاب تسحب العربات فيها. هذه اللي يشوفونها هاي السيارة، هذا فيها جسر، جسر حديدي من قمة إلى قمة. كذلك فيها زحليقة. هذا الجسر اللي يربط بين قمتين، جسر مشاة. التغاطات في الطريق إلى قشتات، من جلاسية 3000 إلى قشتات. ما زالت الثلوج موجودة. اليوم الأحد وأحدكم فلح على قولتهم، خلت برد عليكم في الدوام هالثلوج هاي. تاريخ 16 أفتكر 16/4/2018. وهذا الطريق الحلو إلى قشتات طبعا في سويسرا. درجة الحرارة 7. التغاطات هاي طبعا المناظر عادية جدا. يوم يشوفونك تصور سويسريين يضحكون عليك، يقولون هاي شو يصور. سويسرا يوم الأحد كل شيء مسكر. طبعا هالقرية
أشبعناها تصوير. مطاعم بس فاتحة، الكوفيات. من الأماكن الصيفية الجميلة، يكون فيها الجو معتدل في الصيف. هذه هي وينترلاكن لأنها مرتفعة، وفي الأماكن المرتفعة اللي مثل هاي ما تشوفون زراعة للتفاح والخوخ والهاي إلا في المناطق الحارة اللي تنزرع فيها التفاح والكمثرى والفواكه الثانية الخوخ هاي. أما هالمناطق المرتفعة ما تلاحظون فيها زراعة مزارع للفواكه هذه. حياكم الله وبياكم يا اخواني. هذا الطريق اللي من انترلاكن الى مونترو، الطريق اللي يمر في الغابه ويمر في هذا، يمر على من انترلاكن الى زويزمان، من زويزمان الى قشتات، من قشتات تنزلون الى مونترو. انا دائما انصح الناس تاخذ الطريق لحالات، في تمر على شلالات، تمر على انهار، تمر على اشياء كثيره. في طريق ثاني اللي يبقي الهاي واي من انترلاكن يتجه ناحيه بيرن، ومن بيرن الى جنيف، ومن هناك طريق يوديه الى مونترو، هذاك الهاي واي. لكن الاجمل والاحلى هذا الطريق، دائما انصح الناس ياخذون هذا الطريق. هذه احداثيات بحيره الاسماك يا اخواني. اذا ما كانت واضحة بصورها منكم، عموما بصورها بعدين. هذه بحيرة الأسماك اللي في زويزمان، مو الأول زويزمان، خارج زويزمان بالضبط. بعطيكم الأحداثي بعدين بصورة أكثر. هذه أول كانوا يعطونا سنانير نصيد فيها، الحين ما أشوف إنه، لكن فيها سمك مقلي، فيها فرايز، فيها عيش، وفيها سمك وعيش، وفيها كل شيء. الحين بنطلب إن شاء الله الطلب وبنصور لكم. هذا المطعم، هذا طبعا في الشتاء يبند، فقط في الصيف يفتح. أنا جيتهم في شهر 12 كانوا مبندين. على ما تشوفونه في بلدة زويزمان اللي فيها القطار الذهبي، القطار البانورامي اللي يروح لين مونترو، ساعتين رايح وساعتين جاي. هاي مشهورة بالقطار البانورامي طبعا زويزمان. انتظافة في الطريق. نرحب بكم في مدينة مونترو السويسرية الرومانسية، اللي دايم أنصح الناس خصوصا العرسان يمرون عليها. مدينة جميلة بمعنى الكلمة. الخيارات كثيرة من الفنادق،